حقيقة منذ اليوم الرابع على التوالي للعمليات العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، أعلنت الدفاع الروسية عن تدمير أكثر من 900 منشأة عسكرية أوكرانية، ورغم تصريحاتها بأنها لا تستهدف المدنيين إلا أن هناك أضرار وإصابات مادية وبشرية كبيرة. أيضا في مساء الليلة الماضية السكان أو المواطنون الروس الأوكرانيون خرجوا إلى الملاجئ ووجدوا أماكن آمنة لهم جراء هذا الهجوم الكبير، خاصة في العاصمة كييف التي أعلنت أيضا عن إطلاق صافرات الإنذار منذ ساعات الصباح الأولى. أيضا هناك اشتعال لمستودعات مليئة بالوقود وأيضا لأنابيب الغاز التي أدت إلى تصاعد دخان كثيف في العاصمة وقرب العاصمة. السلطات الأوكرانية حذرت السكان من الخروج إلى الشوارع والتزامهم بمنازلهم وإغلاق جميع النوافذ لتجنب حالات الاختناق. بالمقابل أيضا لوغانسك صرحت على أنه هناك ضربات صاروخية من قبل الطرف الأوكراني أدت إلى اشتعال أيضا مخزن للوقود حوالي أكثر من 200 طن كما قالت، ولا تستبعد أنه هجوم صاروخي، لم تؤكد حتى الآن هذه المعلومة سوى عن طريق بعض الأنباء التي قالت أن هناك أشلاء لصواريخ توتشكا أو الأوكرانية. هذا أيضا هناك السلطات الأوكرانية أعلنت دخول القوات الروسية لمدينة خاركوف وهي ثاني أكبر المدن الأوكرانية، وأيضا هناك حالات هلع. وحسب تصريحات الروسية ماذا عن حصار مرام؟ هل لديك معلومات عن حصار مدينتي خرسون وبيردينسك بالجنوب أيضا؟ كيف الوضع هناك؟ لديك معلومات؟ نعم هناك حصار قوي جدا، حتى أن حالات هلع قوية بحسب تصوير التصريحات الأوكرانية. هناك أيضا يقول الطرف الروسي أن الجنود سلموا أسلحتهم، الطرف الأوكراني نكر هذا وقالوا بأنهم ما زالوا مستمرين في الدفاع. هناك أيضا بسبب هذه الهجمات الروسية هناك اشتعال للحرائق، هناك إصابات بين المدنيين، هناك ونازحين أيضاً ربما. أود أن أسألك يعني هل وضعت الحكومة الأوكرانية أي خطط لإيواء هؤلاء النازحين من بيوتهم اليوم، المدنيين بالأخص؟ حتى الآن الحكومة الأوكرانية تحاول جعل المناطق السكانية آمنة عن طريق الملاجئ، عن طريق تأمين المؤن الغذائية. حتى هناك بعض الصور التي تتناقل على مواقع التواصل الاجتماعي إفراغ كامل للمخازن الغذائية الموجودة في أوكرانيا. الرئيس زيلينسكي أيضا يقول أنني سأعمل جاهدا للحفاظ على حياة هؤلاء المدنيين. على أيضا التصريحات الروسية تأتي بهذا الجانب على عكس ما يتم تناقله بالصورة والفيديو أنها تحاول الحفاظ على حياة المدنيين، لكن هناك إصابات، هناك قتلى أيضا. حتى الآن لا يوجد إحصاء دقيق تم الإعلان عنه من قبل السلطات الأوكرانية بشكل دقيق منذ بداية هذا الهجوم على أوكرانيا. هذا بالنسبة للوضع العسكري. أما دعيني أنتقل أيضا زميلتي إلى الوضع السياسي الذي نشهده اليوم. نعم نشهده بكثافة اليوم من خلال محاولات التفاوض بين الطرفين الروسي والأوكراني الذي يشهد عرقلات كبيرة جدا. فقد وصل وفد روسي إلى العاصمة مينسك واتجه مباشرة إلى مدينة غوميل، مؤلف من ممثلين عن الخارجية الروسية ووزارة الدفاع والرئاسة الروسية أيضا. والوفد هو برئاسة مساعد الرئيس بوتين فلاديمير ميدينسكي. أيضا قال هناك تصريحات من قبل الجانب الروسي أن أوكرانيا لا تريد هذه المفاوضات رغم اقتراحها لهذه المدينة، إلا أن الرئيس زيلينسكي خرج مصرحا ليقول أنني لا يمكن أن أقوم بهذه المفاوضات في بيلاروسيا التي هي أحد أطراف العداء ضد أوكرانيا. وهناك محاولات من تركيا وأذربيجان
لقيام المفاوضات في تلك المدن الحيادية، ولكن روسيا رفضت. بالمقابل أيضا وصل الوفد وجلس في أماكنه في جمال، ويتهمون الطرف الأوكراني أنه لا يريد التفاوض في هذه المدينة، ولا يمكن إجبار الطرف الأوكراني بالطبع على هذه الخطوة، وخاصة أنه اليوم يتلقى دعم دولي كبير عن طريق فرض العقوبات، عن طريق إيصال الأسلحة. اليوم أيضا ألمانيا زودت أوكرانيا بقذائف مضادة للدبابات وصواريخ ستينجر من نوع ستينجر، وهناك أيضا دعم عن طريق العقوبات المفروضة على النظام المالي الروسي والتي تتصاعد باستمرار. واليوم يتحدثون عن إجراءات ضد روسيا تتضمن إغلاق نظام سويفت العالمي للأرصدة المالية. نعم زميلتي، شكرا لك على كل ما أفدتنا بها من تفاصيل. ضيفتي من موسكو مراسلة اليوم مرام حمصي، شكرا لك.